اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين في اولى حلقات برنامجكم من اول السطر. انا منى سمير، هكون معاكم كل يوم اثنين، ويا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم. فكرت كتير جدا قبل ما ابدا النهارده حلقتي في برنامجي، وحبيت ان انا اخرج عن اطار القاهره شويه، وكان انسب حل ليا ان انا اخرج شويه واروح محافظه مطروح، بلد السحر والجمال. فعلا هي مطروح اسم على مسمى، منطقة العجائب، وأحلى من اللي بيتقال عليها بكتير جدا. طبعا هي مش بس مصايف أو شواطئ، كمان فيها حاجات أروع من الخيال، فيها حاجات كتير جدا. كان من ضمن رحلتي في مطروح كان 3 أيام قعدتهم، ومن أحلى 3 أيام في حياتي. وكان أول يوم ليا الشرف طبعا إن أنا كنت أحضر احتفالية مسجد الزاوية الحمراء بمحافظة مطروح مدينة الحمام، وكان على رأس الاحتفالية معالي السيد الوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة. طبعا بوجه له رسالة خاصة وشكرا ليه جدا. وكان كمان موجود سيادة المحافظ اللواء خالد شعيب، سهلوا علينا مهمتنا جدا، وكان احتفالية أكتر من رائعة. مش هطول عليكم أكتر من كده، خلينا نروح لتقرير بسيط ونرجع لكم تاني. عايزة حضرتك تكلمنا النهارده ازاي قدرت ان انت توفق الوقت ده وتكون موجود في الافتتاحيه بتاعت النهارده؟ اولا احنا بنهنئ سياده اللواء كان حرب خالد شعيب، وبنتمنى له كل التوفيق. والحقيقه جميل ان احنا نبدا بهذه اللقاء بين اهالينا في مدينه الحمام محافظه مطروح. دي الروح الشعبيه المصريه الحقيقيه اللي الشعب المصري استعدها بعد ما كانت حاولت الجامعات ان تختطفها. دي الروح المصريه فرحت الناس اليوم بافتتاح وبالمسجد، بيأكد ان احنا بنعمل من خلال رسالة الدولة المصرية لا تبنى في المساجد فقط. الان على مقربة مرمى حجر منكم مدينة العالمين الجديدة، مدن الجديدة في العالمين، في الجلالة، في العاصمة الإدارية الجديدة، في أسيوط الجديدة، في المنصورة الجديدة، في دمياط الجديدة، مصر تنطلق انطلاقة كبيرة. عمارة المساجد جزء من عمارة الكون، احنا مهتمين بيها سواء من حيث البناء والتشييد، وده ليس الافتتاح الاخير في محافظة مطروح. هناك عدد كبير من المساجد بإذن الله تعالى على وشك الافتتاح في القريب العاجل. اتفقنا مع السيد المحافظ هنعمل دورات للسادة الأئمة، هنعمل لهم دورات متخصصة، هيبقى في قوافل للقرى والنجوع والبوادي، وهيبقى في أيضا ندوات في المدن والمساجد الكبرى. ان شاء الله باذن الله احنا بنهنئ اهل الحمام بهذا المسجد اللي هو تكلفته 6.5 مليون جنيه تقريبا، ضمن مجموعه كبيره من المساجد بتعمل فيها الوزاره في محافظه مطروح. ان شاء الله يبقى مع السد المحافظ في تنسيق اكبر واوسع في عماره المساجد. اليوم ايضا بيتم توزيع 2 طن لحوم على الاسر الاولى بالرعايه في مجال البر في وزاره الاوقاف. ان شاء الله بنتمنى للسد المحافظ ولاهالي مطروح واهل الحمام كل التوفيق ومزيد من الافتتاحات ان شاء الله. مهندس السيد ابو الوزير وكيل وزاره التموين بمطروح. اهلا بحضرتك، كنت حابه اعرف النهارده كيفيه التعامل والتنظيم بتاع الافتتاحيه بتاعه المسجد النهارده. لا بصراحه النهارده حاجه تشرف، الحمد لله رب العالمين. يعني يمكن الافتتاح وكانت الناس كلها موجوده والناس فرحانه طبعا بقدوم السيد الوزير الاوقاف والسيد الوزير المحافظ. الحمد لله فقدوت السيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يعني يمكن اول مره حد وزير يجينا في وجود السيد اللواء خالد. الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله يمكن حتى الخطبه النهارده كانت بصراحه جيده،
وبتتكلم على العلم، على التعليم، على كل شيء في حياة الإنسان والدنيا نفسها. يبقى ايه يعني، احنا طبعا العلم ده بينفع في الدنيا، يعني اللي ما عندوش خبرة في كل شيء، سواء المهندس، سواء المبتكر، سواء الطاقة النووية، سواء اي تعليم في الانسان في الصغر والكبر، ده بيعود عليه وبيعود على البلد وبيعود على الدولة. زي ما شفنا معاكم دلوقتي تقريرنا كان بيتكلم عن ايه، وطبعا شكر خاص جدا لكل اهالي مطروح وعلى رأسهم السيد وزير الاوقاف، وكمان بنشكر السيد المحافظ خالد شعيب على كل من ساهم. وزي ما احنا شفنا كمان في تقريرنا السيد وزير الاوقاف بيصرح لينا النهاردة ان المسجد اتبنى تقريبا ب6.5 مليون، فشكرا من كل من ساهم في بناء المسجد، وشكرا كمان لأهالي مطروح على الدعم لينا وقد ايه هم ساعدونا في الثلاث ايام بتوعنا وشغلنا. خليني انتقل شوية بقى بيكم لأهالي مطروح بالذات. انا شفت في البلد دي احلى حاجة، بجد فعلا احلى حاجة، شفت حاجات جميلة جدا، شفت من مصيف وشواطئ، وشفت كمان البحر عندهم صافي قوي، صافي زي قلبهم، كمان هم كمان بيتعاملوا كويس جدا، ما شفتش هناك مشاكل، ما شفتش معاكسات، بيحافظوا قوي على العادات والتقاليد بتاعتهم، كل واحد شخصية لوحده ملوش دعوة بالتاني. شفت رعاية واهتمام منهم كده وحب لكل اللي كانوا موجودين. كمان احنا عايزين نشكر اهالي مطروح، خاصة العمدة محمد عيسى عمدة مطروح، طبعا بوجه ليه الشكر النهاردة من الاستوديو، وبقول له شكرا جدا لان هو كان اكتر واحد بيحافظ ان احنا نعاين البلد ونشوفها ونتكلم كمان مع كل الناس هناك. خلينا بقى نتكلم عن منتجات مطروح شوية، عشان انا قعدت هناك 3 ايام وكانت اكتر حاجة بتجيلي هتلنا لب ابيض، هتلنا زيت زيتون، كنت بستغرب جدا يعني اشمعنا الحاجات دي. لما نزلت وعملت كده شوية حاجات في السوق عندهم، كان في سوق اسكندرية وسوق ليبيا، معظم أسواق هناك، ابتديت ان انا اسأل الناس ليه انتم مميزين بالحاجات دي، ردوا عليا وقالوا لي احنا مميزين بيها لان كل حاجة عندنا طبيعية، زي زيت الزيتون عندهم حاجة عاملة زي المعصرة شوية، ممكن بيعصروا الزيتون، فطبعا اي حاجة طبيعية بتكون كويسة جدا، بيكون مفيد للشعر لكل حاجة. كمان عندهم اللب الابيض برضو زي ما احنا بنقول كده بياخدوا نمبر 1 يعني الفرز الاول بتاعهم. كل حاجه في مطروح كانت حلوه جدا، مهما اتكلم عنها مش هخلصها خالص النهارده. فخلينا بس نروح لتاني يوم كنا موجودين فيه في مطروح، وكان من حظي برضو ان انا احتفل معاهم بالاحتفاليه بتاعتهم، احتفاليه وادي ماجد. مش هحرق مفاجاتنا الثانيه، خلينا نروح لتقرير بسيط ونرجع لكم تاني. الأرض الطيبة، جاي العدو غادر حامل رايات السلم من غير السلام، عاوز يغير في ملامح أرضنا، يضرب الأرض وعرض البحر عاجز بعلو الصوت والأسلحة غدر قوية تضرب القلب بصوب الصدر. وادي ماجد حكاية وطن صنعوه الرجال، في الغرب دقت طبول الحرب صوتها كمان خفلوا البعيد قبل القريب. على تضحيات اجدادنا ولنستمر في مرحله العطاء مع البناء والتنميه من اجل ان نصنع مستقبل افضل لوطننا وابنائنا واحفادنا. وليعلم شباب وابناء مطروح اليوم ان هذا الانتصار صنعه وعي ووطنيه ليال على قيمه الوطن والحفاظ عليه. ولعلها دعوه اليكم اليوم بضروره الوعي واليقظه امام التحديات المحيطه. فتمسكوا دائما باخلاق الانسان وتسلحوا بالعلم بعيدا عن اي فكر متعصب، بعيدا عن اي شائعات، بعيدا عن اي تشويه لمسيره الوطن بالبناء والتنميه. بشجاعه اجدادكم فاجل ان دائما وعلى مر التاريخ
إعلانا وطنيا نبتدى به بين أبناء مصر جميعا، ولنتكاتف نصنع تاريخا جديدا بأيدينا وعقولنا وأرواحنا للأجيال القادمة. نحن أبناء مصر صانع الحضارة الإنسانية وقاهري جيوش الغزاة والمعتدين على مر التاريخ والعصور. وتحيا مصر عزيزة أبية بجيشها وشعبها تحت قيادة ابن مصر البار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعرف بحضرتك؟ العمدة محمد عيسى من عمد ومشايخ محافظة مطروح، واحنا النهاردة الآن طبعا في منطقة وادي ماجد في احتفالية بذكرى حرب وادي ماجد مع الاحتلال البريطاني لمصر. عايزة حضرتك تكلمني النهاردة عن دورك في التنظيم لمهرجان النهاردة. والله أنا طبعا أنا كل سنة في بداية العيد القومي ده، يعني من كل سنة لازم نبقى في دوري في التنظيم، إننا احنا بننظم الناس تيجي ازاي، وإنهم نعمل الشيء قادر ازاي، ونظبط الحقوق والمواعيد ونحضر الناس على سنة طبعا. وهو ده دورنا كله، كل يعني ده دور الناس كلها. يعني أنا بالذات طبعا في المنظومة اللي هي مشرفة على العيد القومي، معايا المهندس حسين السنيني طبعا تكليف من السيد المحافظ، معنا المهندس إبراهيم الحفيان، مجموعة كده كله العلاقات العامة كلهم، احنا كلنا مكملين لبعض. يعني لو هنتكلم عن المناخ او الطقس بتاع النهاردة مثلا، الطقس صعب جدا بالنسبة لان احنا نعمل مهرجان كمان مكشوف زي ده، ليه اخترنا الوقت ده نعمل فيه مهرجان كده؟ والله يا فندم اولا اشكرك على هذا السؤال. احنا طبعا الميعاد ده هو الميعاد الاصلي، ولكن كان سنة قالنا محافظ الله توفى الله يرحمه اسمه كمال منصور قالنا سنة 89 وكانت نفس المواعيد، فاتفقنا ان احنا نغير الميعاد هيبقى يوم 24/8 عشان الجو يبقى كويس مناسب. الحاجة الثانية ان المصطفين يبقوا موجودين في مطروح برضو يستفادوا ان هم يتفرجوا على المهرجان، وميعاد كان مناسب. فالسنة دي في شباب طبعا اصروا او يقول لك خلي الميعاد الرسمي، الميعاد الرسمي ده احنا العوامل الجوية ما نتحكمش فيها. يعني لو تجينا شوية شتاء شايف حضرتك التراب والبتاع، ولكن لو تجينا شوية شتاء هتوقف اللي احنا عاملينه كله، ما لناش نعرف لا الخيل تعرف ترمح ولا الناس نفسهم يعرفوا يمشوا على الارض اللي هي يعني محتاجة الميعاد اللي يبقى في الصيف افضل. سيادة النائب سليمان، حابة طبعا ارحب بحضرتك النهاردة بوجودك في مشاركة جميلة زي دي في منطقة مطروح. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيكم في محافظة مطروح، ومشرفين ومنورين في يوم تاريخي ليس على مستوى محافظة مطروح فقط، ولكن يعتبر من ضمن الانتصارات اللي حققها الشعب المصري الرافض للاحتلال بكل اشكاله وكل انواعه، سواء في العصر القديم او العصر الحديث، بمقاوماته من كفة ربوع المعمورة وكفة ربوع مصر على جميع من اقصاها لادناها من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها، رافض دائما للاحتلال باي اشكال واي انواع، سواء احتلال عن طريق الجيوش او احتلال عن طريق الفكر او احتلال عن طريق الدين او احتلال اي شكل من اشكال. الانسان المصري عاش منذ القدم انسان اصيل يفخر بمصريته وسيظل كذلك الى ان تقوم الساعه ان شاء الله. ورجعنا لكم تاني بعد تقريرنا. طبعا هنطول النهاردة شوية في التقارير، ولكن حظنا بقى ان احنا كل تصويرنا كان من مطروح. طبعا زي ما حضراتكم شفتوا كان معانا سيادة النائب، وكان معانا عمدة مطروح، وكان كمان موجود في الاحتفالية سيادة المحافظ. لاحظنا طبعا في التقرير الأسبق من ده ان سيادة المحافظ معانا كده في مناسبتين في مطروح، وان شاء الله يفضل معانا مكمل لآخر ما نوصل لحاجة كبيرة جدا في مطروح، ربنا يديله طولة العمر. طبعا خلينا بقى نتكلم شوية عن وادي ماجد
ليه هم بيحتفلوا بيها؟ هم زي ما انتوا طبعا شفتوا بيتكلموا ان دي حاجة من سنين كتير جدا فاتت، ولكن هم متحفظين جدا لسه بعددهم وتقاليدهم، متحفظين ان هم يورثوا ده لاطفالهم ويوروهم يعني ايه ان انت تحارب باقل الامكانيات اللي موجوده، ويعني ايه تحافظ على بلدك. وطبعا دي حاجه في منتهى الشجاعه جدا وفي منتهى الفخر، يعني الواحد فعلا كان فرحان بيهم جدا. كمان لاحظنا الملابس بتاعتهم لسه من التراث البدو شويه، وهم متحفزين برغم ان احنا خلاص يعني طبعا مع التقدم والسوشيال ميديا والكلام ده، بس ما يفرقش خالص مع مطروح يعني، ده اللي احنا شفناه. طبعا حابين نرحب بيهم كلهم وبوجه لهم رسالة شكر وتقدير بالاعتزاز لمصر، وان هم لسه لحد دلوقتي بيحاولوا ان هم يحافظوا على التراث بتاعنا. وطبعا مش قادرة اقول بقى حاجات تانية كتير، لان زي ما قلت لكم في البداية مطروح مش هتخلص ولا في حلقة ولا حلقتين، ولكن هي جميلة جدا. هناك معظم الأوقات اللي أنا حضرت فيها يعني الثلاث أيام بتوعنا ما شفت الستات كتير، ما شفتش لبس مثلا زي الملابس بتاعة القاهرة نلبس بناطيل وكده. هم متحفظين بالعادات والتقاليد بتاعتهم قوي، حتى كمان مع السيدات بتوعهم بيقولوا ان الست تمر مش محتاجة حاجة، وتمر متجوزة حد كويس خلاص، ليه تخرج مثلا لوحدها، ليه تنزل تجيب حاجات لوحدها. فهم دايما متحفظين بسيداتهم. كمان عندهم الأكل حلو قوي. انا نفسي دقته بصراحه، طبعا اتعزمت بقى على الرز الاحمر والفته بتاعتهم والحاجات دي، كل حاجه في مطروح حلوه جدا. طبعا طولنا عليكم في تقريرنا، ولكن هنرجع لكم تاني بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل، ويا رب تكون حلقتي خفيفه على قلبكم النهارده. اعذروني بقى لو متوتره شويه، طبعا النهارده اول يوم لينا على الهوا، ولكن ان شاء الله مش هيبقى اخر مره خالص ان احنا نتكلم مع بعض. حابه افكركم طبعا بالبرنامج بتاعنا هيكون اجتماعي، مش هيكون بس عن مطروح طول الوقت يعني. النهارده حلقتنا بس مميزه شويه، حبيت ان انا ارحب بيهم كل حاجة أنا حضرتها. دايما بحب أشكر أي حد قدرني أو وقف جنبي في أي حاجة، وأهالي مطروح كان لازم أشكرهم النهاردة من مكاني، عشان هم فعلا ساعدوني جدا في شغلي وقدروني. خلونا نرجع تاني لموضوعنا. النهاردة احتفلنا معاهم بذكرى وادي ماجد، واحتفلنا معاهم كمان بافتتاح المسجد. كان معانا بقى آخر يوم اللي هو اليوم الثالث، وده كان من الحاجات المميزة جدا ليا، كان احتفال العيد القومي. حلو جدا ان احنا نحتفل ونشغل اغاني طول الوقت بنفرح بيها، بس اغاني تدينا الاحساس اللي هو بلدنا بقى، وان احنا نتكلم شوية عن حلاوة بلدنا والكلام ده بغض النظر عن اي اغاني تانية. فكانت احتفال قومي او احتفال رسمي بالنسبة لي، انا كنت طبعا اول مرة احضره، وبالنسبه لي برضو ان انا احتفل اي احتفال كان هيبقى من داخل طبعا البيت عندي، كان معايا اهلي صحابي اي حد كان هيبقى موجود معايا. بس طبعا ان انا احتفل بقى بره عن ناسي واهلي خالص، دي كانت حاجه غريبه شويه، ولكن أنا ما حسيتهاش خالص يعني، ما حسيتش ان انا قاعده في مكان غريب. لا، اهلي مطروح فعلا رحبوا بينا جدا، وكانوا طول الوقت بيثبتوا لنا ان احنا مش غربه خالص، ان دي بلدنا، وفعلا انا حبيت البلد قوي. هنتكلم بقى شوية عن احتفالات العيد القومي،
وهنروح لتقرير بتاع العيد القومي ونشوف مع بعض الاحتفالية ازاي في مطروح ونرجع لكم تاني. محمد السيد أنور، مدير إدارة الرياضة مديرية الشباب والرياضة وقائد طابور العرض الخاص بالشباب والرياضة. أهلا بحضرتك. في البداية يا كابتن، عايزة تكلمني شوية عن التنظيم بتاع الاحتفالية النهاردة، وإزاي بتقدر أن أنت تجمع الكم المهول اللي احنا شايفينه النهاردة ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الاحتفالية دي في ذكرى معركة وادي ماجد، ذكرى اللي قام بها أبناء القبائل العربية من أولاد علي لمكافحة المستعمر الإنجليزي بقيادة اليوزباشي محمد صالح حرب. كان سنة 1915، والسنة دي الأول مرة من سنين طويلة بنحتفل بالعيد القومي في تاريخه الحقيقي اللي هو 15-12. التعليمات كانت جت من اللواء مجدي الغرابلي اللي بنشكره على الفترة اللي أداها عندنا، وبنرحب باللواء خالد شعيب محافظ مطروح الجديد اللي كمل على نفس المنوال. صدرت التعليمات بإقامة الاحتفالية على مدار يومين. اليوم الأول كان امبارح في مكان المعركة في وادي ماجد، وكان في عبارة عن لقاء ما بين شعراء محافظة مطروح والفرسان والخيالة كعناصر رمزية للمجاهدين اللي شاركوا في المعركة. بعد كده بدأنا طابور العرض الإعداد والتجهيز لتوجيهات الأستاذ خالد عبد الحميد مدير الشباب والرياضة. وجه لنا تعليمات بضرورة إخراج طابور العرض بصورة تتناسب مع شكل محافظة مطروح. تم تجميع الشباب من الإدارات الفرعية ابتداء من مرسى مطروح والضبعة والنجيلة والحمام وبراني وسيوة، الإدارات الفرعية المشتركة. السادة أعضاء الهيئة البرلمانية نواب شعب محافظة مطروح كلهم باسم العمدة حمدي بن بان رئيس مجلس محافظة ومشايخ مطروح، السادة عمر ومشايخ وعواقل وشباب محافظة مطروح، السادة الإعلاميين، الحضور الكريم وضيوفنا الكرام، جميع أهل مطروح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أتقدم إليكم جميعا ولجميع أهل مطروح بأطيب الأمنيات وأجمل التهاني بمناسبة العيد القومي لمحافظة مطروح، وهو اليوم الذي يوافق ذكرى انتصار أبناء مطروح على جيش الاحتلال الإنجليزي عام 1915 للحفاظ على الأرض والعرض والوطن. يأتي احتفالنا اليوم بالعيد القومي للمحافظة بما يحمله في صفحاته المشرقة من تاريخ عظيم صنعه الأجداد. يأتي احتفالنا اليوم بالعيد القومي للمحافظة بما يحمله في صفحات المشرقة من تاريخ عظيم صنعه الأجداد كعهدهم دائما حماة البوابة الغربية لمصرنا الحبيب. ومجالس الشباب وفصول الصحافة لعقد الندوات اللازمة لذلك، ولنعمل سويا على ضبط الأسعار ومكافحة الفساد والبلاء والاحتكار وتوفير الاحتياجات الأساسية واليومية وتوفير حياة كريمة للمواطنين. تكريم سيادة اللواء أحمد الهيتمي محافظ مطروح الأصفر. تكريم سيادة اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح السابق. Thank you.
فيك عناب فارق في اللون وتمر فرادي حيريته ونعني عنضادي رمان ولوز المقرون وشيح كديدي وعشاب وتدفيس زبيدي وكل عشتي يا مضروحة حسبي حبيبي ويا مضروحة يا بابالي وانتي شاعري وحكايتي يا بابا وانتي راكي بالنسبة لي مرسى حلمي وانجازاتي وانتي مشواري واميلي وانتي مبدئي وعديتي وانتي ما غيرك يا حلالي وانتي شبيتي وانتي يا مضروحة سؤالي فيك هنيي فيك هنيي وموروثيتي فيك نخيل وقارة شيلي مالك عيتي جوك هاتي والمستقبل فيك نادي وقول عشتي يا مضروحة بلادي يا مين زميلي أحمد كمال زميلي أحمد كمال سيواصل حضرنا ذكرى احتفال مطروح بالعيد القومي ليها وكان على رأسهم المحافظ السيد اللواء خالد شعيب. بنحب نرحب بحضرتك النهارده يا فندم. اهلا بيكم ومرحب بيكم وشرفتونا في عيدنا القومي. وطبعا العيد دوت معمول بمناسبه انتصار اهالي مطروح على جيش الاحتلال الانجليزي
في 15 ديسمبر عام 1915 وهو ما يعرف بمعركة وادي ماجد. وكان لنا احتفال امبارح في نفس الوادي دوت، والنهاردة كنا بنحتفل الاحتفال الرسمي بالعيد القومي للمحافظة. طبعا شرفنا النهاردة كل معظم المحافظين السابقين في حضروا معنا الاحتفال، السادة النواب، العمد المشايخ، الشباب والرياضة، الصحة، يعني كل الناس كانت ممثلة النهاردة في العيد القومي. فأنا بوجه لهم رسالة شكر وتقدير ورسالة للشباب، لازم نحافظ على محافظتنا، لازم نعمل سويا، لازم نفكر ازاي ننهض لمحافظتنا، لازم نفكر في كل ما هو يزيد من موارد المحافظة عشان نصرف عليها ونحسن منها ونحل مشاكلها، سواء كان في الصرف الصحي، في المية، في التعليم، في أي حاجة. فإن شاء الله يعني، وطبعا أنا قلت لمدير الشباب والرياضة امبارح يعني يبدأ يجهز للشباب عشان نقعد معاهم ونعمل منافسات ما بين الأندية، نعمل مجلس رياضي ونشجع ان شاء الله الرياضه، مع ان احنا نفكر تفكير خارج الصندوق ازاي نجمل ونحسن محافظتنا ونحافظ عليها وتكون احسن محافظات باذن الله تعالى. باذن الله نقدر نقول ان الدوله بقت حاطه دلوقتي مطروح تحت الميكروسكوب. حضرتك مطروح يمكن من ثاني اكبر محافظه على مستوى الجمهوريه، تمتد من غرب اسكندريه حتى الحدود الغربيه، محافظه صاعده واعده، مستقبلها كبير جدا ان شاء الله، كل المستقبل في هذه المحافظه. بدعو كل المستثمرين وكل ما له في الاستثمار يجي يشوف المحافظة عندنا ويستثمر فيها بما يعود بالنفع عليهم وعلى أهل المحافظة بإذن الله تعالى. فالمحافظة كبيرة، محافظة فيها كل أنواع الاستثمار موجودة، سياحة، اقتصاد، مصانع، زراعة، كل ده متوفر عندنا إن شاء الله، أهلا بيهم ويطلعوا عليها ويشوفوها، لأن إن شاء الله تكون المحافظة دي من المحافظات إن شاء الله لها مستقبل واعد وصاعد بإذن الله تعالى. بإذن الله. رغم تولي حضرتك المنصب في فترة صغيرة جدا تقريبا حوالي أسبوعين، شفنا بهجة وشفنا حب من أمهالي مطروح النهاردة في العيد القومي لحضرتك جدا، قدرنا نعمل إزاي الخطة الجميلة اللي تقدر تربط الناس ما بين حضرتك؟ وجودي في وسطهم والتلاحم معاهم وفي الشارع، فعلا زي ما انت قلت بقالي اسبوعين، انما والله حاسس بكره بقالي مده كبيره جدا، يعني حاسس ان هم مني وانا منهم فعلا، وانا فعلا ابنهم، وان شاء الله يعني نستمر على هذه العلاقه الطيبه بما يوفر حياه كريمه للمواطن في مطروح ولكل العايشين على ارض مطروح باذن الله تعالى، حياه كريمه من حيث الصحه والتعليم، الغذاء السليم، المياه النقيه، الصرف الصحي، ان شاء الله كل هذه الملفات هنعمل عليها. وانا قلت لهم العمل الجماعي لازم كلنا مع بعض نفكر ونساعد عشان نعمل حاجه كويسه ضد كل اهالينا ونوفر فعلا حياه كريمه للمواطن داخل ارض مطروح. شكرا لحضرتك جدا وسعيده جدا بلقائي معاك، طيب وطبعا ومع فريق عظيم كده زيك. انا بشكرك واشكرك على رقم موقره، ويعني كل الشكر والتقدير ليكم، ولان كنتوا فعلا نبض الشارع وبتنقلوا لنا كل حاجه، سواء يعني دوله الاعلام فعلا حاجه كويسه جدا، فربنا يوفقنا جميعا لما فيه الخير ان شاء الله لكل الناس. ميرسي جدا لحضرتك. النهارده خطبنا السيد اللواء محافظ مطروح خالد شعيب، وقدر فعلا يحطنا تحت الميكروسكوب في علامه وكلام كتير جدا، وكان اهم حاجه فيها النهارده بين لنا ان احنا فعلا هنفضل دوله جيش وشعب وسلطه ايد واحده. امشي Thank you.
ورجعنا لكم تاني بعد تقريرنا الطويل، ويا رب ما نكونش ازعجناكم، ولكن كان تقرير خفيف جدا على قد ما هو كان متعب قوي في التصوير. مش عارفين نصور ايه ولا ايه، كل الاحتفاليه كانت منظمه جدا وكانت مترتبه وكل حاجه فعلا كانت حلوه قوي. يا رب نكون افدناكم النهارده من تقاريرنا. خلينا بقى نعلق شويه على معظم الحاجات اللي يعني لفتت انتباهي كده بسيط. طبعا كل الشكر للفريق الشحات، فريق عظيم جدا زي ما سمعتوا معانا في تقريرنا، هو اللي أسس يعتبر مطروح من 7 سنين، كان ماسك مطروح ونظم فيها حاجات كتير جدا زي الاستثمار وحاجات يعني كويسة قوي. كل الشكر والتقدير طبعا لحضرتك. كمان بنشكر السيد اللواء خالد شعيب، كمان بنشكر السيد محافظ مطروح الأسبق مجدي الغرابلي، وبنشكر كمان محافظ مطروح الأسبق أحمد الهيتني. خلونا بقى ننتقل كده شوية بمعلومات خفيفة ونعلق عليها. حلو قوي إن احنا يكون عندنا محافظ وهو فعلا محافظ. يعني إيه؟ يعني إن احنا نحافظ على مكانة الدولة والحب والاحترام، مش مجرد بس ان احنا نتكلم كدولة او ان هو ماسك منصب عالي فخلاص بقى يعني المنصب بتاعه راح فما نتكلمش تاني او الكلام ده. لا، استفدت حاجات كتير جدا بجولتي هناك، بالذات في العيد القومي شفت الحب من المحافظ خالد شعيب للمحافظين الاسبقيين، وصمم جدا على تكريمهم اليوم ده في العيد القومي. كان حاجه فعلا تقدير ليهم، وكان يعني بنقولها كده عندنا شويه كلمه شكر بس بالشاكر. طبعا بنشكرهم جدا. كان في لقاء بسيط قوي مع سياده اللواء احمد الهيتني، ومعظم لقائنا مع بعض قال لي كلمه انا لسه فاكراها لحد دلوقتي، قال لي في معظم المؤتمرات اللي طلعها كان في مؤتمر حضره وختم بكلمه ارفع راسك انت في مطروح. انا بوجه لهم برضو نفس الكلمه وبقول لهم ارفع راسك انت في مطروح، بلد كلها خير، كلها استثمار، ناس ولاد بلد، ناس يعرفوا يعني ايه الكرم ويعني ايه الاحترام، بيعرفوا ازاي يستقبلوا الضيف وازاي يتكلموا معاه وازاي يخدموه فعلا في بلدهم. كمان بنشكر الفريق الشحات على كل حاجه هو عملها في البلد طبعا في الوقت اللي كان ماسك فيه منصبه. قال لنا برضو كلمة حلوة قوي وأنا بسجل معاه، لما قلت له إحنا شايفين الناس مخطفة الكاميرات عليك، لقينا حب شديد جدا للفريق الشحات برغم أنه هو ساب منصبه، ولكن لقيت حب فعلا من الشعب بتاع مطروح، مش مجرد بس أنه هو خلاص بقى يعني خد المرحلة بتاعته ومشي فنحب اللي بعده، لا خالص، عندهم احترام غير عادي للغير، عندهم احترام ووفاء لكل واحد موجود سواء في المنصب أو بره المنصب. كانوا عايزين يتصوروا كتير جدا، فبدأت أسأل بقول طب ليه، فكان أنسب حل يرد عليا فيه هو الفريق الشحات بنفسه. لما جيت قلت له يا فندم ليه الناس بتخطف الكاميرات عليك، رد عليا وقال لي اسأليهم. لا أنا فعلا سألتهم، وكفاية قوي رد حضرتك عليهم، وكفاية الحب اللي احنا شفناه منك اليوم ده. بشكر كل اللي كانوا موجودين، وكمان كانت أخلاقية عالية جدا من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ان هو في الاحتفالية يقدر او يخلي المشاركين من ضمنهم يكون موجود ذوي الاحتياجات الخاصة. زي ما انتم شفتوا كانت استعراضاتهم هايلة جدا، كان عندهم عفوية طبعا، من احلى الناس على قلبي انا شخصيا. شكرا ليهم وشكرا لاي حد شارك في اليوم ده. الاحتفال ده كان حاجة عظيمة جدا، أنا كنت مبسوطة بيه، يمكن كان من أول الاحتفالات الوطنية اللي أنا كنت أحضرها، وزي ما قلت لكم بره بيتنا مش معايا أي حد، فمحسيتش خالص في معظم الوقت ده. بس خلينا بس نتكلم عن شوية حاجات كده عن أهالي مطروح بس بعد التليفون ده. ألو ألو، مساء الخير يا أستاذة منى. مساء النور، إزيك عاملة إيه؟ الحمد لله. أستاذة فاتن اتفضلي، نورتينا في الاحتفال. ميرسي، ربنا يخليكي ومبروك على البرنامج. الله يبارك فيكي يا حبيبتي، تسلميلي. يا رب نكون قدرنا ان احنا نشارك معاكم الاحتفال بس مظبوط كده، وما نكونش دمنا تقيل عليكم اليوم ده. لا والله، ده انتوا نورتونا في مطروح. ميرسي يا حبيبتي، نورك. ميرسي، تسلميلي. عقبال كل احتفاليه باذن الله.
بإذن الله. بشكرك جدا وبشكر فريق العمل الممتاز. ميرسي ميرسي حبيبتي، ده أقل واجب والله. ربنا يخليكي. نورتيني ميرسي. ميرسي. طبعا بنشكر فايتن على المكالمة الجميلة دي، ويا رب نكون بس كنا ضيوف خفاف عليهم، لان احنا كنا عاملين قلق شوية في مطروح، طالعين نازلين، اهم حاجة طبعا كان عندنا الشغل. ما استمتعتش خالص بمطروح غير في اخر يوم، يعني اخر يوم ليا ده بعد العيد القومي بقى قبل ما اسافر، قلت لا لازم احتفل في مطروح. ده كان الاحتفال الشخصي بتاعي، ورحت منطقة عجيبة، شاطئ عجيبة ده يعني سبحان من سماه، هو فعلا عجيبة، في صخور وفي حاجات جميلة جدا، شاطئ راقي طبيعي. عايزين نقول ان هو لو هنهتم شوية بشواطئ مطروح هيبقى عندنا شرم الشيخ، الغردقة، مطروح، الجونة بقى، وكل الكلام الحلو ده. ان شاء الله كل اللي جاي احسن في منطقة مطروح. مستنيين كل مكالماتكم ومستنيين كل تعليقاتكم، وهنتكلم في كل حاجة طبعا في البرنامج. خلينا بقى كده أوجه رسالة النهاردة شخصية مني لكل اللي بيتفرج عليا. حلقتي النهاردة ما كانتش مجرد بس حلقة من مطروح، هي كانت رسالة بسيطة قوي، يمكن أنا اللي بستعدها لنفسي أو لكل اللي بيعرفني كويس. كلمة الشكر اللي أنا بكررها كتير النهاردة في البرنامج هي مش بس شكر لأهلي مطروح، هي شكر لكل من ساهم في اليوم اللي أنا أطلع فيه النهاردة. شكرا للميك اب، شكرا للستايلست، شكرا للي واقف لي في الكنترول، شكرا للي اتكلم معايا، شكرا لكل انسان قدر ان هو يساهم معايا في اليوم ده. خلينا دايما نقول شكرا للغير حتى لو عمل حاجه بسيطه، نقول له شكرا، يحس ان في تقدير، يحس ان في تشجيع. الحوادث اللي احنا بنشوفها الانتحاريه او غير او غير او غير، الناس دي بتبقى فاقده حاجات كتير جدا من جواها، بتبقى فاقده ممكن كلمه شكرا احنا شايفينها ان هي بسيطه، بس هي قد ايه بتفرح. يمكن انا من اكتر الناس اللي بتحب التقدير، لو جبت لحد كوبايه ميه بحب قوي يقول لي شكرا. هي مش تناكه او مش غرور، ولكن تقدير، بحب دايما احس ان انا متقدره في المكان. خلينا كمان نروح للمكالمه دي ونرجع نكمل. الو استاذه ولاء. الو استاذه منى. الو. الو. ايوه استاذه ولاء. ايوه استاذه منى. ايوه نورتيني. نورتينا وحضرتك. نورتي مطروح. ميرسي، ربنا يخليكي باهلها. نورتي البرنامج حبيبتي، تسلمي لي، يا رب تكوني من متابعين البرنامج بعد كده. طبعا اكيد حبيبتي، تسلمي لي. هتنزلي لنا هنا بقى ولا تفضلي في مطروح؟ لا اكيد طبعا هنزل لحضرتك. حبيبتي تسلمي لي، تنوريني وتنوري البرنامج. شرفتينا في البرنامج حبيبتي. حبيبتي اقل واجب ليكم. شرفتينا في الاحتفال. والله الاحتفال كان متشرف بأهالي مطروح، وكان متشرف بكل اللي موجودين طبعا. كان مميز بوجودك والله. حبيبتي تسلمي لي. تسلمي لي. تسلمي لي يا قمر. شكرا طبعا للمكالمة الجميلة دي من أهالي مطروح، ويا رب دايما كده يتابعونا بقى مش مجرد الحلقة بس. خلونا نرجع تاني لموضوعنا. عايزين نحاول كده نخلي قلبنا على قلب بعض. دايما مشهورة بكلمة كده لكل اللي قريب مني، دايما بقول لهم جبر الخواطر على الله. عايزين دايما نحاول نجبر بخاطر بعض، زي ما قلنا كلمة شكر او ربنا يخليك، تسلم لي، الابتسامة، الابتسامة الحلوة صدقة. يمكن انا على طول بضحك بس مش كل الاوقات والله، يعني ساعات بنكون جوانا حاجات كتير كده متلخبطة، بس بنحاول نظهر أجمل ما فينا، لأن معظم الناس اللي قدامنا مش ذنبهم حاجة إن احنا نكشر أو أي حاجة. كمان عايز أبلغ سلامي لمامتي، مامتي تعبت كتير قوي عشان أطلع اليوم ده معاكم، تعبت بدعائها وتعبت بتقديرها ليا وكل حاجة. عايزة أشكر كل اللي بيتفرج عليا، أنا اقل من ان انا اضيع وقتكم ان انتوا تتفرجوا عليا، ميرسي جدا ليكم. عايزين كمان في اخر حلقتنا نتكلم عن الاستوديو، شكرا ليهم، شكرا لكل فرد في الاستوديو ساعدني النهارده، شكرا للاستاذ وليد المخرج طبعا اللي خلانا زي القمر النهارده، شكرا للقناه، وشكرا للمصور احمد سمير، عشان احمد هيزعل لو ما قلت له الشكر، تعب قوي معانا اليوم بتاع مطروح.
قبل ما نختم بقى حابة أقول لكم حاجة بسيطة جدا. برنامجنا مش هيكون بيتكلم بس عن محافظين أو احتفاليات، بالعكس برنامجنا هيكون اجتماعي شامل، هنتكلم عن أناقتك وشياكتك وجمالك، كل ده هتلاقيه معانا في البرنامج. هنتكلم كمان عن مشاكل الشباب والبنات وكل المراحل اللي بتعدي عليهم وإزاي يقدروا يعالجوها في سن المراهقة. هنتكلم كمان عن الأطفال وجيل المستقبل وإزاي نقدر ننميه. هنجيب معانا استشاريين وخبراء، ويا رب يكونوا قد الثقة بتاعتكم ودايما نكون معاكم ونقدر نفيدكم. رسالتي الأخيرة لكل اللي بيتفرج عليا، لولا أنتم ما كنت هنا، لولا أنتم ما كنت أنا. شكرا ليكم، في انتظاركم في حلقة جديدة ومن أول السطر.